على مدار 3 أيام مشاهدين، كانت مدينة لشبونة في البرتغال بتحتضن جوائز آغا خان الموسيقية في دورتها الأولى، وبتهدف هذه الجائزة إلى تشجيع المشاريع الموسيقية التراثية وتكريم الإبداع الاستثنائي لمختلف الفنانين من دول العالم. وضيفنا هو فنان موسيقي وعازف مصري حصل على جائزة أفضل أداء موسيقي ضمن جوائز آغا خان الموسيقية بعدما تنافس مع 13 موسيقيا من الشرق الأوسط. دعونا أن نرحب معا بالفنان مصطفى سعيد لنتحدث معه أكثر عن الجائزة ومسيرته الفنية. صباح الخير. صباح النور. صباح الخير يا أستاذ مصطفى. صباح النور. نورنا، وإحنا يعني مبسوطين إن مع حضرتك النهاردة، ومع يعني إنسان يعني مش بس هو عازف، هو مؤلف وباحث وموثق للتراث الموسيقي، وحصل على درجات ماجستير كتيرة جدا من جامعات كتيرة أيضا. مصطفى سعيد طبعا بنفخر اللي إحنا معاه، ومبروك على الجائزة طبعا آغا خان في دورتها الأولى. بداية عايزين نعرف يعني آغا خان هي طبعا زي ما قلنا دورتها الأولى، إزاي تم ترشيح حضرتك، أو عايزين نعرف الكواليس جت إزاي؟ لا ما عنديش فكرة إزاي تم، يعني إزاي أنا رشحت، يعني هل في حد قال لك ادخل ولا لا؟ أنت لا إطلاقا، لا هم اللي بيقرروا، هم اللي بيقرروا مين يجي، ما حدش يعني احسب انه في بعض انه عندهم مستشارين سواء من الجهات الأكاديمية او من الجهات يعني غير الأكاديمية الموثوق بها موسيقيا، هم اللي رشحوا الناس اللي يعني تم تبليغك ازاي يا استاذ مصطفى؟ هم الاغا خان بعتوا لي قالوا لك ان انت معانا في جائزة آغا خان. ايوه بالضبط. حلو كتير. يعني احنا كنا ذكرنا انه انت تنافست مع 13 موسيقيا، هل كلهم كانوا موسيقيين ولا كلهم كانوا موسيقيين؟ كلهم كانوا موسيقيين، كلهم جمال عظيمين. صحيح. شيء يعني من افضل ما يكون. انا كنت رايح اسمع اصلا اكتر. كلهم كانوا عازفين. انا اصلا انا قلت اسمع، هي انا قلت لهم انا جاي اسمع، انا جاي رايح اسمع. يعني في ناس بعض انا معايا سمعتهم بس في السي دي، في الاوديو فايل يعني. وكان نفسي اروح اسمعهم لايف من الناس اللي كانوا موجودين. مشاريع جميلة، ناس من بلاد عدة، يعني ما سمعتهمش غير في السي دي يعني. وكيف كانت المنافسة؟ ما كان في منافسة، يعني هو كان الناس قاعدة، يعني كل واحد عمل حفلة ببساطة، كل واحد عمل أمسية صغيرة، عمل أداء صغير حوالي نص ساعة وخلق وطلق. يعني إنه بعدين كان كل فنان منكم عرض زي مقطوعة موسيقية أو صحيح. حاجة صحيح؟ لا مش مقطوعة واحدة، فعلا كونسرت كامل. كونسرت يعني كان في كامل. كان في 14 كونسرت فعلا. كان في 14 قبل الإعلان عن الفاز فعلا. نعم. طب نعم. ممكن نسمع حاجة أستاذ مصطفى؟ اسمعوا حاجة؟ يلا أكيد. على مه ما أعرف أي حاجة على ذوقك أكيد. هيفاء لم تهوى الذي أهوى، ولا وفت الذي وعدت بصدق المواعيد. هيفاء لم تهوى الذي أهوى، ولا وفت الذي وعدت بصدق المواعيد. سحبت غديرتها شجاعا أسودا، سحبت غديرتها شجاعا أسودا، لتخيف من يخفو بذاك الأسود. والله ما خفت المنون، والله ما خفت المنون، والله ما خفت المنون، وإنما خفت
خوفي أموت ولا أرى في غدي. الله الله على الصوت والعزف. أستاذ مصطفى، زي ما قلت في أول تقدمتي، حضرتك مش عازف بس أو موسيقي بس، أنت كمان باحث في التراث. قدرت أن أنت توثق 500 مقطوعة موسيقية ربما لولاك ما كانتش يعني موجودة لحد دلوقتي بعد ربنا طبعا سبحانه وتعالى. ليه قررت أن أنت تكون باحث عن التراث يا أستاذ مصطفى؟ إحنا بقالنا 100 سنة كلمة تطوير معناها استيراد. فلما يكون الموضة أوبرا وكلاسيك أوروبيان، نجيب الكلاسيك أوروبيان ونقول إن إحنا بنطور الموسيقى العربية. لما تكون الموضة جاز، نجيب الجاز ونقول إن إحنا بنطور الموسيقى العربية. لما تكون الموضة هارد روك، نجيب الهارد روك ونقول إن إحنا بنطور الموسيقى العربية. تمام؟ أحسب أن هذا سببا كبيرا منه لا يرجع فقط للهزيمة أو منطق ابن خلدون أن المغلوب مولع بتقليد الغالب، وإنما أيضا لأنه الناس مش عارفة هي مين. الناس في فجوة كبيرة جدا بينها وبين ما لديها من إرث نغمي. فهذا التوثيق لم يكن سببا متحفيا إطلاقا، إنما علشان يكون وسيلة، أن يكون هذا التوثيق وسيلة للموسيقيين للتطور.